اهلا بحضراتكم من جديد. وبعد استعراض اهم العناوين النهارده في حلقتنا في كلام في الميديا، يمكن في بعض العناوين كانت رايحه في نفس الاتجاه اللي قلناه بالتاكيد في الانترو، وهو المتعلق ان مصر ابهرت العالم كله بحفل الختام، وكان حفل الافتتاح في كان 2019. تصريح انفانتينو مهم ايضا، لنتكلم على ان هو راهن بشكل شخصي كرئيس للاتحاد الدولي على ان مصر ستنجح في تنظيم هذه البطوله بعد ما تم اسناد هذه البطوله ليها خلال وقت وجيز بعد سحب البطوله من الكاميرون في الساعات او في الفتره الماضيه وقبل انطلاق البطوله في اقل من حوالي 150 او 180 يوم. حفل ختام كان مبهج جدا، كان جميل جدا، الكل اشاد بحفل الختام. كمان الكرنفال الافريقي، ان تقدر وانت كلجنه منظمه تعمل دمج، لان البطوله افريقيه وفي نفس الوقت بتنظم في مصر، تعمل دمج ان يكون في كرنفال افريقي، في مطرب افريقي يكون موجود يشارك في حفل الختام مع كمان نجمه مصريه كانت موجوده في حفل الختام مادونيا سمير غانم. حفل الختام والغناء والحفل اللي اقيم بالامس والاغنيه الختام في البطوله ادى يعني ملخص سريع جدا لبطولة اقيمت على مدار شهر في مصر، سواء ان احنا نجحنا في التنظيم او نجحنا ان احنا نجمع كل الشعوب الافريقية والوفود العربية في بلدهم التاني مصر. طيب ادخل بسرعة الى اخبار النادي الاهلي، ان عندنا خبر مهم جدا، ودور النادي الاهلي ليس فقط دور رياضي، لا